عن جد إليزا تعي شوفي صورك شو حلوين طالعة كتير مميزة. يلا حضري حالك مشان نروح على مونتي فيدو لأنه تأخرنا كتير اليوم، بدنا نلحق قبل ما تعتم الدنيا. طالعة بتجنن. سمعني وبلا كترة حكي تعالى إلك شو شفت الصور يلي نزلتها مبارح إلك ولإليزا؟ ليك الكومنتات يلي تحت الصور كله عم يسأل إذا كنتوا مرتبطين أو بتحبوا بعضكم. شوف هاي مثلا. عن جد ما توقعت الصور تعمل ضجة لهالدرجة. إيش وما بتعرف إنه الناس بس بدهم قصة يحكوا فيها؟ ورجيني لأشوف. ديريها شوي. شايف ما أحلاهم؟ أنا بعجبك. أكيد هاي الصورة جاي عليها تعليقات كتير. أكيد لأنه مانا عادية، والمصيبة الأكبر إذا شافها جيرمانو هلأ. يا ويلك شو رح يعمل فيك إذا شافك بعد هاي الصورة؟ يعني من غير شي هو بيكرهك كتير. إيه والله ليموت. ولا آرثر الثاني، متمنية إني شوف منظره شلون رح يكون بعد هالمفاجأة. بظن إنك وصلتي للي بدك إياه. لسا ما وصلت، بس هالصور عطوني فكرة بتجنن. يعني ما في داعي أبدا يصير شي بينك وبين إليزا لأنه بظن الصور لحالة بتكفي، بس لازم نزل الصورة بالوقت المناسب لإلها، وهيك العالم رح تتأكد إنه في شي بيناتكن، وخاصة إذا كنت أنت وإليزا كتير قراب من بعضكم بهي الصور. وكل ما نزلنا صورة كل ما تأكدت العالم أكثر. يا عيني عليك، برافو. نحن اللي بهمنا يشوف الصور هنن جيرمانو وآرثر المغرور، بظن هدول بيكفوا. يلا خلينا نكفي شغل. يلا تأخرنا.